يا اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. النهارده احنا جايين نكسر كام قاعده كده او كام حاجه في دماغنا كنا فاهمينهم غلط. كنا فاهمين غلط ان احنا في الدايت ما ينفعش ناكل بانيه وما ينفعش ناكل بانكيكس وما ينفعش ناكل بيتزا. هنعمل النهارده الثلاث وصفات دول بمنتهى السهوله ودايت. لذيذه فكره الوصفات السهله في ان انا اقدر انفذها من غير ما ابقى شايله هم ان فيها خطوات كثيره قوي. طب وهجرب، طب هتطلع مش هتطلع. النهارده هنعمل اول وصفه مع بعض كوردون بلو، مش بس بانيه، لا كوردون بلو ده عباره عن فراخ محشيه جبنه بتسيح كتير، وايا كان نوع الحاجه المدخنه جوه، ان كان بقديك ان كان فراخ ان كان لسان ايا كان، كل حد بيحب يحط ايه، وبيتحمر ويطلع من النار الحاجات سايحه جوه كده وتجوع وتجنن، وكلنا عايزين ناكله في اليوم الفري. انا بقى بحب الكوردون بلو جدا، عشان كده بعمله في البيت عادي في اليوم اللي انا عامله فيه دايت، ودي الطريقه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. بصوا احنا معانا فراخ فيليه متقطعه وسط كده، عايزين تبقوا دقنها زي السكالوب يعني ارفع. تمام، معايا كمان بصل، ولو عايزين ميه بصل اوكي، ملح وفلفل، بصل باودر وتوم باودر. دي كده تتبيله الفراخ. ندخل على الحشوه، معايا ديك مدخن ده، ومعايا جبنه تشيدر، ومعايا جبنه موتزاريلا. تقدروا تستخدموا نوع واحد فيهم، وهقول لكم كل واحد شغلانته او وظيفته في الوصفه ايه. معايا كمان زي اي بانيه بنعمله البقسماط والبيض عليه ملح وفلفل. تعالوا كده ايه نبتدي خطوه خطوه، واحنا شغالين هقول لكم احنا عايزين نعمل ايه. اول حاجه احنا هنتبل الفراخ. الفراخ بتاعتنا زي ما قلت لكم عايزين تستعملوها بالسمك ده تمام، عايزين تستعملوها تعملوها ارفع تمام. طبعا واحنا شغالين بفكركم ان احنا على الهواء مباشره لمده ساعه معاكم، هتنزل لكم الارقام على الشاشه، مستنيين تليفوناتكم اللذيذه اللي بتخلي الحلقه كده تمر كانها 10 دقائق، وعايزين نكمل حلقه ثانيه بعدها. بصوا ده السمك بتاع الفراخ اللي هنستعملها. انتوا عايزين تدقوها زي ما بتدقوا كده اللحمه مثلا تقدروا. اول حاجه هعملها ايه، هجيب البصل، ودي لازم تعملوا الخطوه دي بايديكم عشان هتفرق في الطعم قوي. معايا فلفل ملح وفلفل مجروش، لو في اطفال افضل ان هو يبقى فلفل ناعم، ومعايا التوم باودر والبصل الباودر. خلاص اسكت انا كده؟ لا، لو معايا ميه بصل هتبل عادي، هقلب ده بمعلقه. لو ما معيش، لان انا من الناس بصراحه ميه البصل مش حاجه سهله ان انا اقعد اعملها كل يوم في الطبيخ، عادي قطعت البصل كده وهبتدي ادعكه بايديا. فالتتبيله هتدخل في البصل، حلو دوسوا وانتوا بتعملوا بتتبلوه، فالتتبيله هتدخل في البصل حلو، فلما ينزل عليها البانيه هيبقى ايه او الفيليه هيتبل حلو. طيب تعالوا كده، احنا لما بنتبل ده في البيت بنسيب وقت قد ايه؟ بنسيبه ما لا يقل عن ساعتين في التتبيله دي. احنا عشان وقتنا انا هشتغل بيه معاكم على طول، ولكن تبقوا انتوا عارفين انا في البيت بسيبه يتبل على الاقل ساعتين. طيب اول خطوه خلصناها، نبتدي تاني خطوه وهي ايه؟ تعالوا نغير الجلاف. ونبتدي نشتغل في تاني خطوة. تاني خطوة هي ان انا هقطع التركي او الديك المدخن اللي معايا شرايح، واقول لكم وظيفة كل نوع جبنة ايه. الجبنة الموتزاريلا من انواع جبن اللي طعمها مش قوي، بس بالنسبة لنا مهمة في الوصفات لانها بتدي المطة والشكل اللذيذ اللي كلنا بنحبه ده. فلو عايزين نقلل السعرات في الوصفة اكتر هنعمل ايه؟ هنستعمل الجبنة التشادر، بس لان فعليا الجبنه التشيدر هي اللي طعمها اقوى كتير من الموتزاريلا. طيب يا سلام بقى لو حطيته مثلا تشيدر احمر طعمه اقوى كمان، ويا سلام لو التشيدر دي متعتقه اللي هي الماتيور. بصوا هقطعه كده، انا هنا ده نوع الديك اللي انا لقيته، ولكن انا لو قاعده مرتبه كده الوصفه دي في البيت هعمل ايه؟ هدخن انا
صدر ديك هسويه عادي ان شاء الله تسووه في الفرن، تعملوا له دراي مارينيشن بابريكا وملح وفلفل وشويه مستارده وتسووه في الفرن ببساطه كده وتقطعوه، هيطلع طعمه احلى من 100 مره. خلاص طيب بصوا تعالوا قبل ما نمسك دي تعالوا نحط على البيض بتاعنا الايه الملح والفلفل. في ناس ما بتحبش تحط فلفل اسود على البيض عشان ما يغيرش لونه، بس انا بالنسبه لي الفلفل الابيض ده يعني ايه معرفش ما طعمه بحسه مختلف عن الاسود. الاسود ده بحسه هو اللي بيطلع زفاره البيض. طيب تاني خطوه معايا خل اسنان. خل الاسنان هنا هستعمله ان انا همسك هرال وهمسك ليه، لان انا عملت معاكم قبل كده الوصفه دي وعملتها بكلينج فيلم ستريتش، فقلتوا لي ايه لا يا ساندرا وقعدتي تلفي وتحطيه في الفريزر وتطلعي، فكانت خطوات كتيره، فالمره دي هعملها بخطوات اقل بكتير. اهو التركي شايفين هي قطعه واحده، والجبنه التشيدر شايفين الكميه. طيب مش فارق معاكو سعرات اكتر اهي، بس برضو اكتر انتوا شايفين الكمية ولا حاجة مقارنة باللي ايه باللي محطوط في القطع الجاهزة. اهو يا ريم. الو صباح الخير يا ريم، ازيك؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، عاملة ايه يا ريم؟ بتحبي الفراخ البانيه؟ طب حاولي تكلمينا تاني يا ريم. بصوا بقى هاخد دي كده وهنزلها في البيض، وخلوا بالكم انا مش عايزه الحشوه تقع، فانا ايه بنزلها بحرص وهطلعها احطها في البقسماط، وانا من الناس اللي ما بتتبلش البقسماط، بحب كده طعمه زي ما هو، مهم قوي تدوسوا. اهو بس كده بصوا الحلاوه اهي، اول قطعه كوردون بلو بقت جاهزه. هتجربي تكلمينا تاني يا ريم، مستنيين تليفونك. يا هيام. ساندرا الجميله ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي يعدي يوم من غير ما اكلم ساندرا؟ ازاي انت ما بتاخديش بالك انا بقول لكم صباح الخير، انا اليوم بيبتدي بمكالماتكم الحلوه. حبيبتي قلبي حبيبه قلبي ومنوره الدنيا كلها يا ساندرا والله. ربنا يخليكي ليا يا هيوم، عامله ايه؟ يا رب يخليك. انتوا عاملين ايه؟ مستنيين بكره بهارات؟ صح انا كمان مستنيه، انا بستنى اليوم ده مش قادره اقول لك بفارغ الصبر. حبيبتي حبيبتي انتوا اللي كده عارفه العسل والسكر قشطه وعسل. ربنا يخليكي لينا. انتوا الاثنين يعني شربات. عايزه اقول لك انا بقابل توته كل يوم في الشغل هنا، بس بالنسبه لي يوم الخميس ده كاني طالعه رحله. ما بتنامي في الاوضه. في الاوضه. انا بقول لك يوم الخميس ده احلى يوم. ربنا يخليكي لينا يا رب، ودايما كده منورانا بتليفوناتك وتشجيعك ومتابعتك. شكرا يا هيام على تليفونك، نورتيني يا حبيبتي. بصوا انا بحب اقفله باتنين خله اسنان عشان اطمن انه ما ايه ما يتفتحش او يطلع بره. اهو على فكره ده لو خدتوه وحطيتوه زي ما هو كده للناس اللي عامله كيتو، طيب من غير بيض وبقسماط حطيتوه على طول في الفرن برشه زيت على الوش هيطلع طعمه يجنن. خلاص طب لو عاملين كيتو برضو عايزين نعمله بانيه هتعملوا ايه؟ بدل البقسماط ده هتحطوا دقيق لوز، بيبقى لذيذ قوي. اهو يا ريم. الو ازيك يا ريم، عامله ايه؟ ازيك يا ساندرا؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانتي طيبه. كلتي فسيخ ورنجه؟ بصي عايزه اقول لك حاجه، انا مش بتكلم على اكلك بس، انا اتكلم على الديسنسي والروح الحلوه والاخلاق اللي باينه من الطبخ اساسا، وعلى الاضافه لسي بي سي سفره اضافتها لدرجه ان انا ولادي بقوا يتفرجوا عليكي كانوا في بهارات كل يوم. اهي بنتي لما شافتك وعرفت بكلمك بقت سو اكسايتد وكده اتكسفت عشان اكلمك. فبصي الفايبز الحلوه بتاعتك واصله لايه؟ ف مش عارفه هي كانت عايزه تكلمك لانها لا ده قولي لها ساندرا مش هتقفل التليفون غير لما تكلمك دلوقتي. بصي
انا مش هسيب مامي ولا هسيبها لكم غير لما اكلمك. هاي هاي عامله ايه؟ هاي. انت اسمك ايه؟ بص هي اتكسفت وجيني بصي اللي انا حبيت اوصله لك انه احنا بنحبك قوي وشخصيه حلوه قوي وثانك يو على الاضافه اللي انت بتوصليها لنا من خلال اكلك يو نو يعني كل انت بتفكري انك تعملي اكلات صحيه وفي نفس الوقت بتناسب الكل وبتبقى خفيفه وموفره فدي مسج كبيره قوي احنا يعني حاسين بيها فثانك يو سو ماتش يا ساندرا بجد. يا ريم انا اللي ثانك يو سو ماتش على التقدير والكلام الحلو والمتابعه وان انت قاعده بنوتك سايبه اي حاجه في ايديها وبتتفرج علينا دي بالدنيا بوسي هالي. ثانك يو يا ريم على تليفونك والانرجي الحلوه اللي انت اديتيها لنا دي. عايزه اقول لكم لما بيجي لنا تليفونات حلوه كده ولذيذه انا بضحك انتوا شايفيني انا مبسوطه فاللي في قلبي طالع على الشاشه الناس اللي ورا الكاميرات بقى بيضحكوا سعاده وكانهم يعني كانكم بتقولوا الكلام ده بجد لينا كلنا فشكرا جدا جدا جدا. بصوا بقى اهو اهو ناخد اتنين خله اسنان. انا قلت لكم قبل ما ريم تكلمنا لو احنا عاملين كيتو هنبدل البقسماط بدقيق لوز وعلى فكره لو احنا عندنا سكر بنعاني من مرض السكر وعايزين نقلل النشويات اللي بناخدها هنعمل دي يا في الفرن على طول زي ما هي او في الاير فراير يا اما في برده دقيق اللوز. دقيق اللوز عايز اقول لكم هو دهونه عاليه ولكن نشوياته قليله جدا فما بيرفعش نسبه السكر في الدم ولو جربتوا تستعملوه اللي جربوا كيتو جربوا يستعملوه بيلاقوا ان هما بيشبعوا بسرعه جدا لانه الدهون العاليه دي بتشبعنا وما بترفعش نسبه السكر في الدم فتلاقوا نفسكم شبعتوا ومكملين بقى شبع فتره طويله. بص انا بقى ايه هجيب الدرج بتاع الاير فراير لغايه عندكم وادخل فيه الكوردون بلو ده واديله رشه زيت لذيذه كده. بصوا اهو واطلع فاصل يكون باذن الله استوى وارجع لكم نقدمه مع بعض ونعمل وصفه بيتزا. بصوا هتشكروني عليها وكل الامهات اللي معاها اطفال هيعملوا البيتزا دي النهارده من سهولتها لا فيها عجن ولا خبز ولا تخمير ولا اي حاجه خالص. بصوا اهو وبعدين نجيب بخاخه الزيت اللذيذه بتاعتنا ونديله كده ايه على الوش اهو. طيب حط الاير فراير واشغلها او القلايه الهوائيه وارجع لكم بعد الفاصل بوصفه بيتزا سريعه ولذيذه وصحيه جدا استنوني. يا اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. النهارده انا جايبه لكم مش بس حل للاطفال اللي عايزين ياكلوا بيتزا ولا للكبار اللي عايزين يتعشوا بيتزا من غير ما يتخنوا، لا كمان حل لكل ام بتحاول تاكل ولادها مسرتين كده فراخ مسلوقه على الغدا وهم بيحاربوا ابدا مش هياكلوهم. ليه؟ لانه احنا على ايامنا اعتقد احنا كنا الفراخ المسلوقه دي من ألذ واحب الحاجات لينا، ولكن دلوقتي مع التطور ومع الاصناف اللي الولاد بيشوفوها والحاجات فبقت الفراخ المسلوقه يعني انا شخصيا ولادي لسه بيحبوها بس سمعت انه في ولاد كتير مش احب حاجه ليهم. الفرخه المسلوقه دي بقى الربع فرخه انا جبته وفصصته هنا وهعمل لكم بيه وصفه بيتزا ما تتقاومش. بصوا انا هنا مش هعمل عجين انا هستعمل عيش التورتيه ده. عيش التورتيه ده معمول من الحبوب الكامل. طب يا ساندرا مش متوفر في السوبر ماركت اللي تحتنا سعره غالي ايا كان، احنا عملنا مع بعض انواع عيش صاج بدقيق الشوفان وبالحبوب الكامله على الطاسه فبيطلع نفس الملمس والشكل ده خلاص. طيب معانا ايه كمان؟ برطمان صلصه بيتزا جاهز من السوبر ماركت او نرجع على اليوتيوب نكتب صلصه بيتزا بالهنا والشفا او صلصه بيتزا ساندرا هتطلع لنا الوصفه. جبنه موتزاريلا، ذره صفراء، زيتون، الزيتون مفيد جدا للولاد وغني بالحديد، والفراخ اللي هي نوع البروتين بتاعنا اللي عايزين ندخله.
واحنا هنعمل البيتزا دي ازاي؟ هنعمل كده ونفرد ونحط؟ لا، لانه دي بالنسبه للولاد يعني ايه اتعملت قبل كده. احنا هنعمل بيتزا كون، والبيتزا كون الحقيقه الفكره جات لي من كنت مع اولادي في النادي، وبعدين لقينا بوس كده فاتح جديد بيبيع حاجه الناس واقفه عليها طوابير. بتبيعوا ايه يا جماعه؟ بنبيع بيتزا. فقلت ايه الاختراع في البيتزا؟ ما هو في كذا حته بيبيع بيتزا في النادي. لا، هما كانوا بيعملوا بيتزا كون، الكون اللي هو الشكل ده اهو. احنا بقى هناخد ده وهنحشيه من جوه بحشوه البيتزا وندخله. طيب عملنا ده ازاي؟ هقول لكم عملناه ازاي. شايفين لذيذ قوي. بصوا انا معايا ده خلاص، وبعدين اهو قسمت دي نصين خلاص، ومعايا نفس خل الاسنان اللي كنت ايه مستخدماه من شويه. بصوا عملنا الكون. اهم حاجه بالنسبه لي ايه؟ انه يبقى مقفول من تحت. قالوا لا نظبطه مش ظبط اهو. وهتعملوا ايه؟ وهنيجي هنا كده نقفله كده، عارفين كأنك بتاخدي غرزة الغرزة بتاعت الخيط والإبرة والفتلة اهي، فطلع شكل الكون معايا. طب هعمل ايه في ده؟ هاخده احطه في الطاسة او في القلاية الهوائية لحد ما يبقى كريسبي خلاص. انا بقى مجهزة شوية، عايزة اوريكم تاني احنا بنعمل ايه. اهو شايفين، واحد اهي، واحد اتنين، وايه تقفلي من هنا اهو، تدخلي الخلة اهي كأنك بجد يعني اللي بتعرف تخيط هيبقى ده حاجة سهلة جدا بالنسبة لها اهو. وادي الكون اتعمل. طيب دخلناه طلع بالشكل ده. لما طلع بالشكل ده مش هيقف على حاجة في الفرن. طب هندخله بقى ازاي الفرن تاني لما نملاه بمكونات البيتزا؟ اهو انا حطيتهم جنب بعض هنا، هتقعدوا ايه تقعدوا العيال هما اللي يرصوهم الرصة دي. طيب وايه اهو واقفين يعني على قد ما تقدروا خلاص. ابتدي بقى اخد واحده واحده واحط جواها المكونات. هو انا مكوناتي دي كانت عباره عن ايه؟ اول حاجه هي الصلصه، صلصه البيتزا اهي، وما تزودوش علشان ما تطريش التورتيا اهي. شايفين؟ حلو. حط ايه جوه بقى؟ تعالوا نلبس بس جلافز عشان ما نمسكش الاكل بايدينا كده. عايزه اقول لكم لما لقيت الكام يوم اللي فاتوا والاسبوع اللي فات تليفونات كتير من ولاد صغيرين واطفال، فبقيت متحمسه قوي ان انا اعمل لكم وصفات انتوا تحبوها ومناسبه ليكم. حطي بقى كميه الفراخ اللي انت تتوقعي انه ايه الولاد هياكلوها جوه. شويه زيتون اهو، شويه ذره حلوه. عايزين تحطوا بقى اي حاجه جوه، يعني عايزين تحطوا مثلا بصل، عايزين تحطوا فلفل الوان، اي حاجه عايزين تحطوها حطوها. الفكره يبقى ايه؟ انا بدوس كده ماسك نفسه علشان لو وقع جوه الطاجن هنا الحاجه ما تتدلقش منه، يعني دي ده فاكتور مهم قوي. يلا واحده تانية. ده بيدخل الفرن بس ايه عايز وشه ياخد لون والجبنه تسيح مش اكتر. مش كده كنت بقول لكم لازم يبقى ايه تحت مقفول عشان الصلصه ما تقعش اهو. غيروا بقى في المكونات دي انتوا براحتكم. الفكره انه خدوا حطوا، لو انا منكم يعني هعمل ايه، حطوا المكونات اللي الولاد عاده ما بياكلوهاش، هتروح طعمها في طعم صوص البيتزا واحساس البيتزا والكون والحاجات اللذيذه دي. فانا مثلا ولادي ما حد فيهم مثلا ملوش في الزيتون، فلما اعمل الوصفه دي احط له فيها زيتون. ليه؟ لانه طعمها طعم الزيتون مش بيبقى باين هنا خالص. عايزه اقول لكم صلصه البيتزا بقى لو انتوا عاملينها في البيت، بيتي من الطماطم. الطماطم من اكتر الحاجات الغنيه بالكالسيوم وغنيه باللايكوبين، غنيه بمواد كثيره جدا مفيده للاطفال وللكبار. فهي ايه مش وصفه كده اعتباطا، لا هي مغذيه قوي
وبعدين احسبوا بقى سعرات. لو انتوا بالليل احنا ككبار هناكل ساندوتش واحد راب ده وحشينيه، نقدر ناخد اثنين من دول هو نفس الراب. فدي اقتصادية في السعرات، وتحسسكوا لا انتوا كلتوا كتير كلتوش قليل. اهو عايزة اقول لكم احنا عندنا في البيت دي وصفة يعني من كتر ما احنا بنعملها هي عادي اي حد يدخل يعملها في 10 دقايق كده جاهزة وبسيطة وسهلة، ممكن تعادي الولاد هم اللي يعملوها عشان تبقي عارفة. لو في اطفال دلوقتي بيتفرجوا علينا ما تسيبوش مامي تتعب وهي اللي تعمل ده، انتوا ادخلوا ولما تعملوا الحاجة بايديكوا على فكرة يطلع طعمها احلى بكتير. مهما كانت مامي اشطر واحدة بتعرف تطبخ، ده العادي كل ام هي احسن واحدة بتعرف تطبخ بالنسبة لولادها، بس لما تعملوا الحاجة بنفسكوا صدقوني هيبقى طعمها احلى بكتير. بس ايه، بعدوا عن النار يعني، مش كده بقول دي وصفة لذيذة للولاد يجربوها لان هي ما فيهاش تعرض للحرارة خالص. بصوا بقى اللذيذة دي، بقول لكم انا مش من محبين قوي الذرة الصفراء. طبعا لو متوفر هنا الجبنة الموتزاريلا اللي هي الفريش انا بحبها اكتر بكتير. ليه؟ اولا غنية بالكالسيوم جدا، ثانيا مش مصنعة، فكل ما الحاجة بتعدي بمراحل تصنيع اقل كل ما بتبقى فايدتها فيها اكتر. فلو في الموتزاريلا الفريش اللي هي الكور دي تبقى هايلة. ما فيش تمام ما فيش مشكلة استعملوا دي، وفي منها انواع في السوق كمان قليلة الدسم ممكن تجيبوها، بس ما توقفوش الوصفة على قليلة الدسم ودسم عالي، اعملوا الوصفة وتبسطوا. كله باعتدال، لا اللبن الخالي الدسم ولا الجبنة اللايت هما اللي هيزودونا في الوزن لو احنا بناكل باعتدال، لانه غالبا الحاجات اللايت بتبقى سعرها اغلى شوية. بصوا بقى انا هاخد الحاجات اللذيذة دي وادخلها الفرن. بصوا شكلها لذيذ، ادخلها الفرن. يا سارة الو، صباح الخير يا سارة، ازيك؟ الحمد لله، ازيك؟ عاملة ايه؟ حاولي تكلمينا تاني يا سارة، معلش يا جماعة لما بيبقى فيه تليفونات كتير خطوط بتقطع كده، بس جربوا تكلمونا تاني وبإذن الله نوصل لبعض. طيب انا هنا مشغله الفرن على ايه؟ مشغله الفرن على الشوايه، لان انا هدفي ان الجبنه دي تسيح بس كده. احنا معانا وقت نعمل شويه كونز تانيين ولا نطلع فاصل ونرجع؟ تعالوا نطلع فاصل، هنطلع فاصل ونرجع لكم بوصفه بانكيكس. تخيلوا بقى هنعمل بانكيكس دايت وصحيه تنفع للاطفال وتنفع للكبار، وسعراتها اقل بكتير جدا من البانكيكس العاديه، تقدروا تاخدوها كل يوم في الفطار الصبح. استنونا بعد الفاصل. يا اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل، رجعت لكم بوصفه بانكيكس القاعده بتاعتها من الموز. ايوه الموز هنا هيحل محل السكر، وهيحل يبقى عندنا مصدر للسكر طبيعي، الياف هايله، بوتاسيوم كويس، وبدل ما استخدم مثلا كوبايتين دقيق لا هستخدم شويه منهم ايه موز، لانه نوع من انواع النشويات، هو فاكهه ولكن النشويات ايه اللي بنقول عليها المعقده اللي بتدينا طاقه فتره طويله وما ترفعش مستوى السكر في الدم قوي زي الدقيق الابيض. بص احنا معانا بانكيكس الموز، وعايزه اقول لكم انه البانكيك دي واحده صاحبتي اللي كانت علبتها لي والولاد في الحضانه، فشاركت معايا الوصفه، انتوا كلكم عارفينها بس يعني انا هستاذنها قبل ما اقول لكم هي مين. وصفه لذيذه قوي قوي قوي، وبنتها كانت بتاكلها كل يوم لدرجه انها خلتني هو ايه اللي بتعمليه لذيذ قوي بنتك بتاكله كل يوم. معانا موز، ومعانا دقيق حبوب كامله، وتشوكليت شيبس، معانا كمان بيضه وفانيلا، والقرفه اللي معانا، ورشه ملح، كوبايه لبن، وبيكنج باودر. المقادير هتنزل لكم بالظبط دلوقتي على الشاشه، خدوها سكرين شوت كده واعملوا حسابكم ان الوصفه دي انتوا هتعملوها كذا مره. بصوا اول حاجه هنعملها ايه،
هي اننا هنقشر الموز. طيب حلو، الموز ده مش مستوي قوي فانا مش هعرف اهرسه بايديا، فههرسه في محضر الطعام. ولكن لو انتوا الموز بتاعكم مستوي، وانا غالبا في البيت بعمل ايه، فاضل موزتين كده اللي هم ايه في الاخر بيبقوا ابتدوا يبقوا طريين شويه، ما بيبقوش ايه، ما بيبقاش كل الناس بتتخانق اشتاكلهم يعني، فدول اللي باخدهم بيبقوا سهلين قوي ان انا اهرسهم بايديا وادخلهم في الوصفه. بصوا اهي اول موزه، دلوقتي لان دي جديده مش فاضله عندنا في الثلاجه، فمش مستويه قوي قوي، مستويه انها تتاكل بس مش انها تتهرس. فايه هحطها في محضر الطعام عشان اسهل على نفسي. لو جيتوا شفتوا على البوتاجاز كده هتلاقوا البيتزا كون طلعت، الجبنه ابتدت تسيح وهي اخدت لون حلو من فوق وبقت جاهزه انها تتقدم وتتاكل، لذيذه قوي قوي قوي. طيب بصوا بقى، ممكن على فكره عشان تختصروا وقت تحطوا كمان البيضه هنا تتضرب مع الموز. طبعا عشان الحاجات دي تتضرب حلو بقى، تعالوا ايه انا هسهل على نفسي يعني، هاخد القرفه. بس انتوا ممكن تعملوا كل ده يدوي بايديكوا عادي جدا، والفانيلا والبيضه بيكنج سودا، لا استنوا دي رشه الملح دي كده تحط منها زياده. دي اللي ايه هتخلي البانكيكس بتاعتي ترفع بسهولة. على فكرة هي طعم الموز بيبقى باين فيها شوية، فلو انتم من الناس اللي ما بتفضلش طعم الموز هتعملوا ايه بقى، حركة ذكية قوي، حطوا شوية كاكاو، شيلوا معلقة من الدقيق وحطوا بدلها معلقة كاكاو، هتطلع شوكليت بانكيكس يعني بجد ما تتوصفش من لذاذتها. بصوا القوام اللي هنا دلوقتي ده، هشيل دي كده، وايه تعالوا نشيل السلاح ده هناك بعيد، وطبعا طبعا ما تسيبوش الايه الشويه اللي هنا دول هتاخدوه، احنا اللبن معانا احتياطي هناخده، مش لازم تخلصوه كله، هتبتدوا تقلبوا وتشوفوا حسب المقدار اللي معاكوا هياخد قد ايه. طبعا انا من قبل ما ابتدي وانا مسخنه الطاسه بتاعتي، علشان البانكيكس بتحتاج انها تنزل على طاسه تكون سخنه. بصوا بقى هنزل بالدقيق، هيمسك لي الخليط ده ومعايا اللبن لو حبيت افكه. الشوكليت شيبس عايزين تدخلوها في الخليط تمام، عايزين تخلوها بره على الوش تمام، انا هعمل الاثنين. ليه؟ لان زي ما قلتلكم انا بعمل الوصفه دي مخصوص كده لكل الاطفال اللي طلبوها مني الاسبوع اللي فات ومتابعينا، لانه احنا الاطفال اللي متابعينا اعتقد عددهم قد الكبار اللي متابعينا، فايه يستاهلوا شويه وصفات مخصوصه عشانهم. بص اهو، و هاخد شوكليت شيبس. طبعا انا هنا مستخدمه دقيق حبوب كامله اللي هو بتاع العيش البلدي، غني بالالياف، فكل ما هتسيبوه كل ما هيمسك اكتر، فوانتوا شغالين هيمسك، ما تخلصوش اللبن. انا هحط هنا تقريبا معلقتين كبار مش اكتر، بس ما تخلصوش اللبن اللي معاكم، انتوا هتحتاجوا تضيفوا وانتوا بتسووا. طيب حلو قوي، انا شايفين القوام، تعالوا ايه عشان تستوي من جوه اسرع.
انا لا حطيت زيت ولا حطيت زبده ولا حطيت سكر ولا حطيت عسل، انا اعتمدت على الموز في التسكيره بتاعه الوصفه. تعالوا كده ايه نجرب نعمل واحده ونشوف هل محتاجين نخفف السمك شويه ولا السمك ده تمام. يا سحر، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الخير. وانت عامله ايه؟ الحمد لله. عيطتي ولا لا؟ كلتي رنجه وفسيخ؟ ايوه كلت. كلتي ايه؟ بتحبي ايه فيهم اكتر؟ انا رنجه. انا كمان. كل سنه طيبه. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. انت طيبه. بتحبي البانكيكس؟ ايوه. طب جربي الوصفه دي على ضمانتي. طب ماشي، كده بتفرج عليك وهجربها دلوقتي. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، نورتيني يا سحوره. بصوا انا اول ما حطيت اول واحده بانكيكس حسيت انها ايه بصراحه تقيله شويه، ف خلوا بالكوا هي لما تبقى تقيله ايه اللي هيحصل؟ هتمسك نفسها اسرع، هتبقى اسهل في التعامل على الطاسه، ولكن من جوه ممكن تبقى مش مستويه كويس. ف حلو ان انتوا تظبطوا القوام. يا بسملة، ازيك؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت بقى اكلتي فسيخ ولا رنجه يا بسملة؟ رنج. لا احنا كل متابعين البرنامج فريق الرنجه. عندك كام سنه يا بسملة؟ 12. قولي تاني. 12. 12 ما شاء الله، ربنا يحافظ عليكي. بتحبي الباني ولا البيتزا اكتر؟ البيتزا. البيتزا. طب احنا شفتي وصفة البيتزا اللي عملناها النهاردة مع بعض دي؟ انا فتحت الحلقة متأخر شوية. بصي هي قدامي اهي قدام الطاسة، عايزة اقولك ادخلي على يوتيوب بقى اتفرجي على الحلقة واعملي البيتزا دي، وانتي طلعيها لماما النهاردة كده هدية ان انتي اللي عاملاها بايديكي. ايه رأيك؟ شكرا. طب هستناكي تكلميني تقولي طلعت ايه معاكي. مبسوطة بمكالمتك يا بسمة. ليا ميرة. الو الو ساندرا. يا ميرا ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ حلوه. انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا متصله اسلم عليكي وتسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليكي ليا، اليوم ما يكملش من غير تليفونك الحلو. خلاص يا حبيبتي يا ساندرا، ربنا يخليكي ليا ودايما منوره سي بي سي سفره. حبيبتي هو القناه كلها منوره بمتابعتكم وبتليفوناتكم الحلوه صدقيني. حبيبتي يا ساندرا ربنا يخليكي ليا، مبسوطه اني سمعت صوتك يا ميرا. انت فريق الرنجه ولا الفسيخ صحيح؟ فريق الرنجه طبعا. الفسيخ بخاف منه جدا. احنا كل انا والمتابعين بتوع البرنامج كلنا رنجه، بنحب الرنجه جدا. طبعا انا بحب الرنجه قوي. عايزه اقول لك انت عارفه ان الرنجه اكشلي مفيده، مش ما فيهاش اي حاجه مضره؟ طبعا جدا. عشان النسيم الجاي بقى بدل ما نعمل وصفات هنعمل لكم حلقه نتكلم فيها على فوائد الرنجه. تسلم ايدك يا حبيبتي على كل حاجه بتعمليها. تليفونك يا ميرا. شكرا على كل المعلومات الحلوه اللي انت بتديها لنا في البرنامج بجد. شكرا على طاقتك الايجابيه. انا اساسا فاتحه القناه مش بغيرها بجد والله. تسلم ايديك بجد، منوره بمتابعتك، ربنا يخليكي لينا حبيبتي يا ساندرا. ميرسي يا ميرا على تليفونك الحلو ده. باي باي يا حبيبتي، نورتيني. بصوا بقى، بصوا انا دي كده بقلبها، انا مش عايزه اقلبها، انا عايزه اوريكم الضي. شايفين لسه بتلمع من فوق؟ طول ما في اللمعه دي انا ما ينفعش اقلبها. اول ما تبقى مط من فوق تقدروا تقلبوها. بصوا اللذاذه دي شكلها ايه، استوت. الله، عايزين تعملوها ارفع، عايزين تعملوها اصغر، تقدروا مفيش مشكله. طيب واحنا شغالين كده تعالوا نشوف احنا هنقدمها مع ايه. انا معايا هنا شويه فراوله، معايا هنا عسل تحطوه على الوش كده، معايا عيدان القرفه بحب اقدمها لما ابقى حاطه في الوصفه قرفه، علشان لو حد ما بيحبش القرفه يبقى عارف انه في قرفه في المكان، فايه ما يمدش ايده بين ايديه. وبعدين تعالوا انا عايزه اطلع واحده عشان احط واحده بدلها اهي. وانا هعمل لكم الشكل اللذيذ اللي بتشوفوه في الفيديوهات ده بتاع التاور بتاع البانكيكس، اللي هو فيه 6 بانكيكس فوق بعض، ويعني مش عارفه ليه 6 بس تمام. بس انتوا في البيت لما تعملوا الوصفه، لا انا اعتقد هي واحده او اتنين من الحجم ده كفايه جدا جدا كوجبه فطار لاي حد. انتوا اصلا هتشبعوا، يعني هي مش فكره سعرات، فكره انتوا مش هتقدروا تاكلوا اكتر من كده. شايفين احنا واحنا شغالين
بنحتاج ان احنا نظبط القوام باللبن. انا كل ده لسه ما استعملتش كوباية اللبن. اهو اقول لكم واحدة اصغر شوية هنا، وهي بتكبر وبتعلى وبتنفش من الايه البيكنج سودا. طيب تعالوا بقى نشوف دول لو جاهزين. بصوا ابتدى يبقى لونهم مط، نقدر نقلبهم. الله، تعالوا نطلع فاصل. طب تعالوا نقلب دي وبعدين نطلع فاصل مع بعض، ونرجع لكم من الفاصل اكون عملت لكم التاور بتاع البانكيكس اللي كلنا بنحب شكله في المطاعم ده، مع ان فعليا احنا ما بنخلصوش يعني. واعمل لكم بقى وصفه لذيذه قوي قوي قوي، هنقدم الكوردون بلو معاها صوص خطير. استنونا بعد الفاصل. يا اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. رجعنا لكم بصوص جايز ابقى ما عملتوش معاكم قبل كده، اسمه الروماسكو صوص. الروماسكو صوص ده صوص بيتقدم عادة مع المشويات او مع البانيهات، يعني الحاجات اللي هي ايه لسه تبقى طالعة من الفرن او من القلية. المهم ان هو بيمشي مع كل حاجة، فراخ تلاقي، لحمة تلاقي، سمك تلاقي. القاعدة بتاعته او المكون الرئيسي بتاعه البطل هو الفلفل المشوي. مكوناتنا عبارة عن فلفلتين مشويين في الفرن، بنغطيهم بزيت زيتون وبنشويهم، نحطهم في الفرن 15-20 دقيقة ونقشرهم ويبقى جاهز للاستخدام. معانا كمان طماطم سليمة وهنشيل بعض من جزء القلب بتاعها. معانا لوز ني مقشر، ومعانا بقدونس، زيت زيتون، فصوص ثوم سليمة، ملح وفلفل وعصير الليمون. بصوا احنا ايه، انا عينيا على البانكيكس وانا بعمل معاكم الصوص. بس عايزه اقول لكم الصوص ده بيبقى لذيذ جدا جدا، لو رحتوا شفتوا على ترابيزه التقديم هناك او الجزء اللي بنقدم عليه البانيه، طلع الكوردون بلو يجنن وذهبي وماسك نفسه، والجبنه سايحه من جوه. ممكن ابقى لو لحقنا نقطع واحده مع بعض. بص ادي الفلفل، هحط معاه ايه، هحط معاه التوم، وهحط معاه اللوز، وهسيب شوية كده هنا، حط طماطماية، شوية بقدونس. ممكن لو عايزين تستعملوا كبة اكبر تستعملوا، بس انا شفت انه دي حجمها اعتقد ان شاء الله يعني يكفي المكونات اللي معانا. معايا عصير الليمون، هعمل ايه بقى، تعالوا نشيل كل الحاجات دي كده على جنب ونقفل ده. كمية الطماطم في الوصفة دي ترجع لتقديرك انتي، يعني انتي هتدوقيه، ده صوص ما فيهوش حاجة مش مستوية، فوانتي شغالة هتدوقيه وتقولي اه ده محتاج سنة ليمون زيادة، لا محتاج حتة طماطم زيادة، فحسب الذوق. انا عايزه اقلب البانكيكس دي عشان نسيتها، ان شاء الله ما تبقاش اتلسعت. لا اتلسعت. تعالوا ايه نطلعها كده ونحط غيرها. وتعالوا نشيل دي، دي اهي لذيذة، اخدت لون لذيذ اهو. ونكمل ايه، عايزة ازود هنا عشان يمسك كده قوام الصوص. لا على فكرة هو لذيذ، محتاج بس يتضرب شوية. وايه كده الروماسكو صوص جاهز على التقديم. عايزين بقى تزودوا، في ناس
في وصفات تانية بيعملوا ايه، زودوا زيت زيتون فيغيروا القوام بتاعه يخلوه ليكويد اكتر او سائل اكتر. انا مش مع مدرسة ان انا اخلي اي صوص سائل بالدهون، لانه ده كم من الدهون انتوا لو قعدتوا تعدوه كتير قوي. فاكرين قبل كده عملنا مع بعض حلقة على زيت الزيتون؟ انا فاكرة الحلقة دي بعدها كمية الناس اللي بعتتلي ده احنا بنحط زيت زيتون كده يعني بالبركة، وايل فعليا هي المعلقة فيها عدد محترم من السعرات الحرارية. فالمعلقة بتفرق، هي دهون صحية بس هي دهون. فخلوا بالكوا جدا من فكرة ان انتوا تغيروا القوام بتاع اي صوص او دريسنج بالدهون حتى لو كانت صحية. انا بقى هاخد شوية من اللوز ده كده احطه على الوش. وشوية من البقدونس. الصوص ده على فكرة تقدروا تحطوه كقاعدة تحت الكوردون بلو بتاعكو والبانكيكس. تعالوا نطلع كده نقلب اخر واحدتين دول. لسه انا وطيت النار فايه هياخدوا شوية وقت تاني. تعالوا بقى ايه احنا معانا وقت قد ايه، نقدم البانكيكس كده ولا نستنى البانكيكس اللي... يلا معانا دقيقتين. تعالوا ايه عايزين تقطعوا موز تاني وتحطوه جنب البانكيكس تقدروا، بس انا حاسه خلاص كفايه موز. فهعمل ايه، هحط شريحتين ثلاثه كده من الفراوله هنا وهنا وشويه شوكليت، شوكليت شيبس اللي كلنا بنحبها دي. على فكرة أنا مستخدمة هنا تشوكلت شيبس اللي هي ما فيهاش سكر، وإذا ما لقيتهاش يكفيني إنها تبقى شوكولاتة غامقة خلاص، مش الشوكولاتة الفاتحة اللي هي إيه غنية بالسكر. ومعايا هنا عسل، نشوف دي هتنزل؟ لا مش هتنزل. تعالوا نعمل دي معلقة، بصوا معلقة أهي شوية عسل كده على الوش. ده المصدر الوحيد للسكر في الوصفة. تعالوا ايه، تعالوا نجيب دي كده ودي كده ونحط رشة عسل لذيذة تانية هنا. والعسل ده على فكرة اختياري، لو مش عايزين مفيش مشكلة خالص، تقدروا تكتفوا بكمية العسل او السكر اللي جاية من الموز. عملنا ايه بقى معاكم النهارده؟ عملنا معاكم النهارده ثلاث حاجات لو قلنا ان احنا هنعمل دايت غالبا اول حاجه هتيجي في بالنا انه مش هناكلهم، ودي الحقيقه حاجه كنا فاهمينها غلط. كنا فاهمين غلط ان احنا في الدايت ما ينفعش ناكل كوردون بلو، ما ينفعش ناكل بانيه، ما ينفعش ناكل بيتزا، وما ينفعش ناكل بانكيكس. بس انا مش هين عليا اقفل الحلقه دي من غير ما اقطع لكم واحده من الكوردون بلو واوريكم شكلها حلو ازاي من جوه. طبعا طبعا اوعوا تنسوا ايه، تشيلوا خلة الاسنان منها. بصوا اللذيذة هي كمان، يعني لو كانت لحقناها وهي سخنة شوية. شايفين الجبنة؟ يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. استنونا بكرة في نفس الميعاد، لا مش في نفس الميعاد، بكرة بهارات. استنونا بكرة في بهارات، وبالهنا والشفا معاكم شغال من الحد للاربع من الساعة 4:30 للساعة 5:30 بإذن الله. جربوا الوصفات وبعتولوا لي ايه رايكم فيها.